منحة قطرية لقطاع غزة قيمتها 360 مليون دولار تم الترويج ليها بإطار إنساني وعاطفي ملوش أي علاقة بحقيقة المنحة، ولأن العرب بيمتلكوا ذاكرة السمك، ولأن العرب بيقبعوا تحت سيطرة الإعلام الممول قطريا وما يعرفوش إلا اللي بيقوله لهم الإعلام ده، وبالتالي فقد المتابع للإعلام القطري أي حس لربط الأحداث والمنطق، فكان ولابد من تذكيرهم وتنبيههم بحقيقة ما يسمى المنحة القطرية لقطاع غزة. السلام عليكم. لو كنت رايح مشوار هتعمل فيه حاجه معينه انت عارف ان الحاجه اللي انت بتعملها دي مغزيه وتتكسف منها، فمن الطبيعي ان شيطانك يوزك ان انت تعمل تغطيه للمشوار ده بانك توهم الناس انك رايح المشوار ده علشان تعمل عمل بطولي او انساني، وتخلي بقى ابواقك الاعلاميه تروج لكده، والهدف هو التغطيه على عملك المغزي وعملك المشين. احتفلت وروجت منصات الاعلام المموله قطريا، احتفلت وروجت بما يسمى المنحه اللي امر بها من يسمى امير قطر لصالح قطاع غزه، واللي قيمتها 360 مليون دولار موزعه على مدى العام الحالي اللي هو 2021 بواقع 30 مليون دولار شهريا. حتى سنبل الأغا بلال عبد العالي الطفل الغير بريء اللي مشغلينه كتبوا له تغريده بيدعي فيها انه مش سحيج، سحيج يعني طبال، بيدعي فيها انه مش طبال لقطر ولكنه وجب عليه الشكر لقطر والأميرها، مدعيا ان حكام العرب اتخلوا عن غزه، وده الكذب بعينه، وده لان المساعدات اللي بتقدمها السعوديه والامارات تحديدا لغزه سنبل الأغا بلال عبد العالي عنده تعليمات لإنكارها وكأنها غير موجودة أصلا. فسنبل الأغا بلال عبد العال ما بيشوفش إلا تمويلات كفيله القطري وبس. أنت مش سحيج يا بلال، أنت طبال ورقاصة كمان على واحدة ونص. ما علينا، نرجع بقى لما يسمى المنحة القطرية لغزة. مبلغ 360 مليون دولار، يا كتير قوي كده تم الترويج للمبلغ، بينما تعالوا نحسب الحسبة دي، وبعد ما نحسبها هنعرف سر المنحة دي. المنحة هي 360 مليون دولار على مدى العام، وعدد سكان غزة أكتر من 2 مليون مواطن، يعني معدل نصيب الفرد في غزة من المنحة دي هو 180 دولار طول السنة، يعني حوالي نص دولار بس في اليوم. وسيبونا من حسبة الأرقام دي وتعالوا نفتكر حاجة أعتقد إن أنتم نسيتوها. من حوالي سنة قام لبرمان وفضح نتنياهو قطر لما كشف ان نتنياهو ارسل رئيس الموساد لقطر لطلب الدعم لحماس، وبالمناسبة الدعم اللي طلبه نتنياهو من قطر من خلال رئيس الموساد كان 30 مليون دولار شهريا من قطر لحماس، وهو ده بالظبط الرقم اللي قدامنا. احنا قدامنا 360 مليون دولار سنويا، يعني 30 مليون دولار شهريا زي ما اسرائيل طلبت بالظبط من قطر. بس المهم ان انتوا واخدين بالكم، رئيس الموساد الصهيوني في قطر لدعم حماس، والمعلوم ان الصهاينة بيسعوا لدعم حماس علشان تقدر حماس من المحافظة على سيطرتها على قطاع غزة، لان سيطرة حماس على قطاع غزة هو الضامن لاستمرار الانقسام الفلسطيني، والانقسام الفلسطيني هو اكبر هدية ومساندة بتقدمها قطر للصهاينة، لان الانقسام الفلسطيني هو الضامن لبقاء دولة الصهاينة وضياع القضية الفلسطينية. ووكالة الاناضول قالت بخصوص المنحة حاجة مهمة قوي لازم نشوفها مع بعض، وقال مصدر فلسطيني مطلع للاناضول ان رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة محمد العمادي سيصل القطاع مساء الاحد حاملا الدفعة الاولى من المنحة والتي تقدر ب 30 مليون دولار. محمد العمادي فاكرينه بتاع نبي هدوء؟ نبي هدوء اليوم نبي هدوء بالضبط كده. فوكالة الأناضول ومعها عموم الإعلام القطري حجب عنكم طريقة دخول ما يسمى بالمنحة القطرية، فمحمد العمادي اللي بيدخل قطاع غزة من معبر بيت حنون، المعبر اللي بيسميه الصهاينة معبر إيريز، محملا بأموال قطرية عليها مباركة صهيونية علشان يسلمها لحماس تحت ستار كذبة أنها دعم للشعب الفلسطيني في غزة، بينما الحقيقة أنها أموال بتحمل البركة الصهيونية، الهدف منها هو تمكين حماس وقيادات حماس من إحكام قبضتهم على قطاع غزة، لأن الشعب الفلسطيني في غزة طفح به الكيل من حماس ومن قيادتها، وده اللي عبرت عنه هذه السيدة الفلسطينية في غزة. أولادنا 12 سنة أكلوا من أعمارهم وضيعوا من حياتهم، ليش؟ ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جيب وإله عمارة، وابن أولادنا لا يملكوا من الحياة شيء، وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكمنا إياه سنوار وهنية؟ وكل ده لضمان إبقاء الانقسام الفلسطيني، خصوصاً إن فلسطين بالنسبة للحمساوية ليست سوى مسواك لتنظيف الأسنان، بصريح العبارة حماس بتستغل قضية فلسطين لصالح أجندات أخرى، وده باعتراف محمود الزهاري القيادي الحمساوي. أما فلسطين بالنسبة لنا فزي اللي جايب يعني سواق لننظف أسنان، لأنه مشروعنا كبر فلسطين مش مبينة على الخريطة.
واللافت في الموضوع انه بحسب السلطه الفلسطينيه في انتخابات تشريعيه ورئاسيه هتتعمل، يعني بالعربي الفصيح يا حماس خدوا الفلوس دي بمقابل انكم تحافظوا على الانقسام الفلسطيني، واياكم تحطوا ايدكم في ايد السلطه الفلسطينيه. والدليل ان نصيب الفرد الغزاوي من المنحه القطريه هو حوالي نص دولار في اليوم، ويا ريتها بتوصل له. ومن شهادات كتيره الاصدقاء ليا من غزه ان ما يسمى المنح القطريه لما بتوصل غزه بيتم التهليل والتطبيل ليها اعلاميا على انها لرواتب والدعم والكهرباء وغير كده، بينما الحقيقه المواطن الغزاوي لا ينال منها الا الفتات، هذا إن نال منها شيئا أصلا، لأن النصيب الأكبر بيروح لجيوب قيادات حماس كرشوة مقابل تدعيم الانقسام الفلسطيني وإحكام السيطرة وتبني مواقف هجومية ضد دول عربية معينة. علشان كده خلاصة الكلام يا سادة يا كرام، في الوقت اللي مساعدات السعودية والإمارات والكويت وغيرها من الدول العربية لفلسطين وغزة تحديدا بتسد عين الشمس، وأغلبها عبارة عن مستشفيات وبناء منازل وبيتم الإشراف عليها لضمان وصولها للمستحقين، لا يتم التهليل والتطبيل ليها بأوامر الكفلاء في الدوحة. في الوقت ده بيتم التهليل والتطبيل للمنح القطرية للتغطية على حقيقتها، زي منحة التخدير اللي قيمتها نص دولار للمواطن في غزة، لن ينال منها المواطن الغزاوي إلا الفتات، وما هي إلا عبارة عن استمرار تدفق للأموال القطرية ذات المباركة الصهيونية إلى جماعة حماس لضمان استمرار الانقسام الفلسطيني وإحكام السيطرة على غزة. هي دي قطر، وهي دي وظيفتها، وهي دي حقيقة منحتها، مجرد جرعة تخدير لتنويم القضية الفلسطينية وتمكين الانقسام الفلسطيني. وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.